هلو حبايبي كرام، مثل ما انتم شايفين نازل عنا هون سكين جديد اليوم. اوكي صراحه كثير متحمس لهذا السكين. تمام يعني شيء صار لي سبب يعني صار لي فتره الاسبوع اللي فات معلم شفنا انه كان نازل كثير سكين، نزل كثير سكنات يعني رجع نزلوه، فهمت علي شباب؟ بس ولكن يعجبني الوضع لما اشوف السكنات الجديده يا شباب. اوكي ومثل ما انتم شايفين عنا هون السيد الشارع معلم، ابدا هذا معلم سيد الشارع ما في كلام، فهمت علي شلون؟ فهمت علي ولا ما فهمت علي؟ اوكي طيب خلينا نقول بسم الله ونشوف حصلنا بهذا السكين كيف راح يكون. طبعا في اكثر من شغله، عندنا هذا سكين الشاب وفي سكين البنت وفي السيف شرفه الرعد الاسود. الله اوكي عندنا هذا الموتور. السلام لوز يا اخي، يوم زمان كان ينزلوا سمات ما اعرف ايش بعد ينزلوا سمات. تمام وسكين البنت والله ماشي حاله اتس اوكي. بس كل شاب معلم شي فخامه معلم صراحه شي فخامه. بس هي شغله قصه الشعر معلم ما اعرف شك او رعد. لا هي شغله رعد معلم، انه هي رعد ما اعرف فكرت هيك، فكرت هو اصلا معلم حاطط شغله بس ولكن رعد هو رعد. اوكي تمام بس وقفوا شباب قبل كل شيء الله يسعد لياكم وكتبوا صلاه على النبي حبايبنا، ما تنسون اهم شيء بزر اللايك. اوكي طيبين الله يسعد لياكم، بدنا همتكم بدنا ندعمكم يا طيبين، يزبطونا الوضع ولو بنفس الوقت شباب روح على القناة الثانية يا شباب، عم نزلكم محتوى باللوز اليوم، راح بعد هذا بعد هذا المقطع هذا راح نزلكم بعد شوي كمان مقطع في الحل في القناة الثانية، حلقة ثانية قناة ولا قناة ثانية ما تقصدوني شباب. فيديوهات الصباحية فيديوهات جد كون فيها. اوكي اكتبوا تعليقات شباب، بدنا كمان تعطونا رايكم شباب، راح نبلش كمان فيديوهات جديدة شباب، راح نكمل بالحرق بس ولكن ان شاء الله باعتبارها من الايام الجاي راح نكمل الفيديوهات الجديده ان شاء الله على القناه، بدنا يعني تعطونا رايكم. اوكي ويلا نبلش شباب لانه يعني بلشنا طورنا كثير في المقدمه، وخلينا نقول بسم الله روح يا جميل. ايوه اول تموتور معلم يا سلام يعجبني وضعها هيك، اول تموتور حلو هذا شو. اوكي اديله سكين البنت معلم حبيب والله حلو، هاي جبنا سكين البنت. شو باقينا؟ باقينا الشاب والسيف. يا اخي والله شو باللوزة حلو كثير. اوكي بالمناسبة لازم نشوف كم صار عندي الثوب الاخضر يا شباب، لازم نخليهم دمام كثير نعمل حركة كثيرة. اوكي شو هذا الصندوق هذا معلم؟ صندوق غنامي صانع الاستيريو شو هذا؟ اوكي حلو 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 اضرب اضرب يا جميل. الله السيف يا اخي ليش يعني معلم يا اخي اعطوني راح يعطوني السكين اخر شيء يا اخي اعطوني برو بدنا نشوف. يلا ما اعرف معلم كاتب لك معلم كاتب لك جائزه مضمونه في 50 لفه شايفين معي كيف شو تعال جائزة المضمونة في 50 لفة معلم شفتوا حبيبي والله. يلا روح يا جميل خلاص سيء مسكين ليش ما طلع؟ لا نضرب لفة واحدة معلم لازم بضرب لفة واحدة شوف عم بكتب لك هذا اصبر شوف شو عم بكتب احصل على الجائزة الكبرى. الله الكبرى معلم يلا روح هاي هي باقي لفة واحدة معلم وين بتشوف جبنا السكين معلم يلا شفت اللون الظهر شاف بيطلع حالي شو عم بيصير حبيبي والله نعمل له فتح تزويد ونروح نشوفه معلم ايه الحلاوه دي. لا النظاره اللي حطيتها شباب على كلاخس طالع تمام لا عن جد النظاره طالعه باللوز يا شباب يعني زبطت السكيل اكثر واكثر صراحه يعني النظاره هاي زبطت لنا السكيل. اوكي شباب خلينا ندخل نشوف نشوف الاشياء اللي لا اتاكد انه زودت شو اسمها السكينه هاي الصفرة. ها تسويق حلو سمينا نقدر نعرضها بالفريق. هاي هي نايس. يا اخي بفكوك معلم سكنات هيك اشكال معلم بتكون بافلام من هدول الافلام الفضائيه معلم هيك السيوف وما سيوف وفهمتوا علي شلون حبيبي والله. اوكي هي السكشينه تمام نشوف الموتور كمان مركبه اين هو الموتور هذا هو الموتور
لازم تجربون يا شباب، لازم تجربون كل شيء. اوكي تعالوا ندخل جربنا كل التدريب، نقدر نجرب شو على التدريب. طول بلا طول، في شغل نسيت دي سكيل بلد شباب. لا شباب ما بيصير، ما بيصير ما نجرب يعني سكيل بلد، ما بيصير. تمام يجي لهون تاك تاك، هذا سكيل بلد معلم. اوكي اوكي نشوفه بالجيم، شوف كيف شكله. اوكي اسكن البنت يا طيبين، وكما ترون عزيزاتي وعزائي هذا هو الاسكن البنت. انا شو رايكم باللوز ولا مش باللوز حبيبي؟ والله اوكي طيبي، بعد ما جربنا سكن البنت باللوز موجود هنا السيف، اظن نشيل السيف عجب. اي والله نقدر نشيله، يا سلام احلى شيء تدريب يا شباب صراحه. التدريب هذا شيء باللوز يعني معلم، تقدر تجرب تحصل على شيء سكين، تقدر تجربه على رواق كل شيء معلم، واحد واحد باللوز. تمام تمام معلم، نعمل حصول. لا بكره ثاني بكره ثاني معلم، شو عم بيصير معلم؟ شفره شفره، الله على الشفره الشفره معلم. شو رايكم بالشفره؟ لوز ها، اقفز اقفز ايوه جميل الشفره، يا سلام. اوكي طيبين، والان حناخذ تجربه الموتور الجديد. يا سلام كهرباء وما كهرباء، هذا هذا اول 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 سكين هيك له افكت. شايفين كهرباء كهرباء، ما اعرف الموتور هذا عم بتكلم ولا السياره حبيبي والله. ولا امشي بعد نشوف بطاقه الاسواق يعني. شو 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 طيار الآلي كده هو برا شوي يا شباب، ليش ما تمشي؟ رجعت لورا ما ترجع لقدام. الو الو يا اخي معلقة، ليش هيك يا اخي؟ يا اخي شو هالحال؟ رجع مش هالحال، ما ترجع لورا ليش؟ يا اخي يلا الو الو حظي زفت كالعاده يا شباب، حظي زفت. خلاص اطلعوا علي، ما عاد بدي ما عاد بدي ما عاد بدي خلاص خلاص ما عاد بدي ما عاد بدي شيء خلاص ما بدي. اوكي طيبين هيك بنكون انتهى مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا، نتمنى لكم يوم سعيد وكل شيء باللوز. طيبين ما تنسونا بزر اللايكات، اللي مش مشترك يشترك، واللي مش مفعل زر الجرس يفعله. وشو كمان؟ قناه جديده شباب، لا تنسوا حبايبنا دعمكم الله يسعد ليكم، عم ننزل لكم يعني محتوى مشكل. اوكي وما تنسوا كمان شباب التعليقات، تكتبوا لي بالتعليقات بدي تعليقاتكم، بدنا في افكار جديده اوكي عشان ننزل بهالقناه كمان. وضع خلاص شباب، يلا قرب قرب الصيف يخلص ولسه بلش الشتوية رح تبلش. تمام لهيك شباب الصيفي، تعرف شباب الوضع بيكون يعني حر وما حر حبيبي والله. لذلك ان شاء الله اعتبارا يعني من هذه الشهر التاسع الجو بصير اخف باللوز.